كنا نتابع تقرير من العراق عن أيام عيد الأضحى المبارك وبعدها نكون متواصلين. لبيك اللهم لبيك الحج عرفة. إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لذا تتوجه الأنظار صوب عرفة إذانا ببدء الحج وتوجه الحجيج إليه لأداء الركن الأعظم في التاسع من ذي الحجة. لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم. ذنوب ووساوس ردتها أيادي الحجيج، كل قد رمى ما أثقل منها بما ادخرت أيديهم من حصيات ومشاعر تصبو إلى الغفران، ليعلن هذا اليوم العاشر من ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى، حيث تحتفل به البلدان الإسلامية أجمع ليكون أكثر المناسبات الدينية تقاربا بين الناس. عيد الأضحى يتخلل يومه الأول نحر الأضاحي أسوة بما يمارسه الحجاج في مكة، ففي العراق يستعد الأهالي لاستقبال حجيجهم من خلال طقوس وعادات لا تختلف عن سائر البلدان الإسلامية. عادة الناس يوصون يعني قبل عيد الأضحى يعني أسبوع نبات أسبوعين يوصون، أكو ناس توصي حتى قبل شهر، للذبح يكون دائما أول يوم العيد، أكثر الناس يذبحون أول يوم العيد، وأكو ناس يذبحون ثاني يوم، وأكو ناس يذبحون ثالث يوم. البغداديين يعني قلت لكم أكثر شيء الناس يعني يهتمون بهذا اليوم ويهتموا له ويحسبوا له. المعجنات والحلويات والتزيين موروث لا يفارق أجواء العراقيين خلال عيد الأضحى، لكن ما يميز ذلك هو الكليتشة التي تعد نكهة العيد المميزة. أم يوسف تعمل في أحد محالي صنع المعجنات تتحدث عن أهمية الكليتشة في المائدة العراقية التي يتبادلها الجيران والأقارب في هكذا مناسبات. الكليتشة احنا نسويها بيوم عرفات ونكون محضرين ابائنا وامهاتنا واجدادنا من يعني سنين، احنا هذه الكليتشة متوارث فيها عند العراقيين، طقوسنا العراقيين مو كل ان طقوس بيوم عرفة، بانه احنا تكون موجودة عند كل صفرة او كل خطار من يجون او الضيوف، بانه موجودة هي الكليتشة، فانا هاي موجودة يعني شيء ما نقدر نستغنى عنه. لبرنامج بيت للكل، حسن الفواز، بغداد. إذا مشاهدينا بعد ما تابعنا تقرير العراق عن أداء مناسك الحج، حقيقة العادات والتقاليد في بلداننا العربية يمكن تكون متشابهة لكن تختلف المسميات فقط. يمكن الصبح احنا دائما في أعيادنا العراقيين عندنا الكاهي والجيمر. أيوة. عندكم كاهي وجيمر، عندكم فطير وقشطة. انتم تسموه الفطير فطير وقشطة والقشطة. أيه. ده اول يوم العيد الصبح، الصبح لازم هذا واجب بالعيد. كاهي وجيمر. الدولمة موجودة بالغداء، دولمة المحشي. المحشي وتشريب اللحم اللي زي المنسف، بس انتم بتخلوه لبن في فلسطين والاردن. تشريب لحم اللي هو فتة مثلا؟ لا، هو اللحم، لحم ومعاه عيش، خبز، العيش وياه خبز. وبهذه الطريقة. والاسماك، الاسماك المسقوفه انتم جربتوها، السمك المسقوف. اسماك في العيد. اسماك هذا اللي موجود. يعني زي ما ذكرت هو ممكن تكون في اشياء متشابهه واشياء بعيده عن بعض. احنا بنبلش بالفطور، هذا الفطور بيكون جامد شوي بالكبده، والمنسف ضروري في عيد الاضحى، يعني ما في بيت ممكن يكون خالي من المنسف في يعني يوم الاضحى. يعني احنا مشابهين نوعا ما مع فلسطين اكيد. احنا معمول الصبح لازم يكون في معمول. عندنا معمول نسميه كليتشه. ايش اسمه؟ كليتشه. كليتشه؟ كليتشه اي. ايوه، بالتمر معمول بالعجوه وبال او بالجوز او المكسرات. صح، المكسرات موجود في مصر. احنا كحك. كعك. العيد. بس احنا عندنا الكعك في العيد الفطر. عيد الاضحى لحم. ايوه. مش كحك. ممكن بقى الناس تجيب حلويات بقى عاديه بقى، بسبوسه، كنافه، حاجات كده. صح، يمكن. وكمان في عنا مشترك كمان باللحم، بانه احنا كثير من الاحيان بيكون في معلاق الصبح او كبده، يعني كبده الخروف. كبده الخروف او معلاق الخروف. في مصر بياكلوا كبده الخروف والغدا منسف. احنا في باكه الخروف جوعتونا.